بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن البشائر والإراسات التي سبقت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الايام الامة الاسلامية قاطبة في مشارق الارض وفي مغاربها تستحضر الحدث الاعظم الذي شهدته البشرية وهو ميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الذي كانت ولادته ميلاد امه سعدت بميلاده الامم فهو الرسول المصطفى والنبي المجتبى الذي ختم الله به الانبياء والمرسلين وقال عنه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين في مثل هذا الشهر شهر ربيع الاول ولد فيه سيد العالمين فانتشر النور وتدفق الخير معينا صافيا وانبعثت امه التوحيد من جديد. لهذا فموضوعنا اليوم نريد ان نستحضر اهم البشائر والارهاصات التي سبقت ولاده النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ما هي البشائر والارهاصات؟ هي امور خارقه للعاده ربنا يحدثها كلما اراد ربنا ان يبعث نبي من الانبياء. او رسول من الرسل في التاريخ القديم كان ربنا سبحانه وتعالى يقدم ارهاسات وبشارات وامور خارقه تبشر بحلول عهد النبي الجديد قبل مجيئه وقبل بعثته فالاحداث العظيمه غالبا ما يسبقها اشارات عظيمه تكون مؤذنه بقربها وعلامه على وقوعها فما هي أهم العلامات والإرهاصات والبشارات التي سبقت مولد نبي الرحمن سيدنا محمد العدنان صلى الله عليه وسلم هي كثيرة ومتعددة أطلب منكم أيها الأحباب الكرام أن تمنحوني عقولكم وأفكاركم وأفئدتكم للحظات قليلة لنسبح وإياكم في اهم هذه العلامات والارهاصات والبشائر التي سبقت مولد النبي الكريم اولها عرفه ابونا ادم عليه السلام ابونا ادم لما اقترف الخطيئه واكل من الشجره التي نهاه الله ان ياكل منها ربنا غضب على ادم فكان يدعو الله تعالى بجميع صيغ الدعاء ليغفر له ويتجاوز عنه لكن الله تعالى ظل صادا وجهه عن ادم الى ان قال ادم في دعائه يا رب اني اسالك بحق محمد الا غفرت لي ربنا عز وجل ساله يا ادم وكيف عرفت محمدا والله اعلم به كيف عرفت محمدا قال لقد رفعت رأسي إلى قوائم العرش فوجدت مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعرفت أنك لم تضف هذا الاسم إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فتبسم الله عز وجل وقال يا آدم اذهب فقد غفرت لك أو تدري من يكون محمد يا آدم قال من قال انه من نسلك وانه سيكون خاتم الانبياء والمرسلين وهذا حقيقه اكدها النبي الكريم بنفسه صلى الله عليه وسلم حينما قال كنت نبيا وادم ما يزال بين الماء والطين وفي روايه وادم بين الروح والجسد فقد عرف النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة بين الملأ الأعلى سكان السماء الملائكة كلهم علموا بأن النبي الخاتم هو محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تكتمل خلقة أبينا آدم عليه السلام ومثل هذا كثير نذكر كذلك بشارة أخرى من بشائر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وهي رؤية منامية رآها جده جده عبد المطلب الهاشمي في المنام راى رؤيا غريبه افزعته وبدا يبحث من يفسرها له حتى التقى باحد الحكماء فقال له عبد المطلب يا سيدي اني رايت رؤيا غريبه اشغلت بالي وافزعتني قال ما هي قال رايت كان شجره نبتت نال راسها السماء وضربت باغصانها المشرق والمغرب وهي ما تزال تزداد سعه وارتفاعا ونورا ورايت ناسا من قريش تعلق باغصانها ورايت اخرين من قريش يريدون قطعها فاخذهم شاب لم ار قط احسن منه وجها ولا اطيب منه ريحا فمنعهم فرفعت يدي لأتناول منها نصيبا فمنعت فقلت لمن النصيب فقال النصيب لهؤلاء الذين تعلقوا بها وسبقوك فانتبهت مدعورا قناة نصائح وإرشادات مجانية هذه هي الرؤية التي رأها عبد المطلب الهاشمي جد النبي صلى الله عليه وسلم فلما قصها على احد حكماء ذلك الزمان قال له يا عبد المطلب مضمون هذه الرؤيه سيخرج من صلبك رجل له مقام عظيم يملك المشرق والمغرب ويدين له الناس وهذا الذي وقع لما ربنا سبحانه وتعالى قضى وولد سيدنا محمد ابتهجت الكائنات بمولده حقا لقد كان هو البشير وهو النذير فقد أخبر بمولده وهو في المنام لأنه هو النور والرحمة المهداة والسراج المنير حينما ولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سنرى بأن عبد المطلب سوف يسعد كثيرا لأنه تلقى الكثير من البشارات من بينها أن ملك اليمن سيف ابن دي يزن كانت له علاقات مع أهل قريش ولما كان عبد المطلب في إحدى القوافل التجارية التقى مع هذا الملك ملك اليمن سيف دي يزن وكان له إلمام بالكتب السماوية بمضامين العهد القديم الذي هو التوراه والعهد الجديد الذي هو الانجيل. فلما راى عبد المطلب قال سياتي منك نسل النبي المنتظر. وقال له اني اجد في الكتاب عندنا انه اذا ولد مولود بتهامه غلام به علامه بين كتفيه شامه كانت له الامامه ولكم به الزعامه الى يوم القيامه. لكم به الزعامه الى يوم القيامه. هذا ما قاله سيف ديه وفعلا لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم القيت الاصنام في الكعبه على وجوهها ليله مولده الاصنام التي كانت قائمه حول الكعبه وهي بالعشرات القيت على وجوهها فلما امسى سمع صيحه من السماء يقال فيها جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وفي هذه اللحظات من علامات وبشارات مولد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى منع استراق الجن للسمع من السماوات. لما جاء الخبر بأن في هذه الأيام شهر ربيع الأول سيولد سيد الخلق محمد بن عبد الله الجن منعت من استراق السمع لأنها كانت تسترق السمع القدر وتشتغل به مع الكهان والسحرة والمشعوذين فأغلقت عليهم الأبواب كما قال الله تعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. قبل مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الجن كان لهم القدره انهم يسترقون السمع ويبيعون ويشترون ويتصرفون كما يحلو لهم في بني ادم. لكن منذ ان ولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم زين الله تعالى السماء بالنجوم وجعلها رجوما للشياطين. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا حتى ان ابا الجن ابليس لعنه الله لما سمع بهذه الاحداث جمع ابالسته كان اجتماع عظيم في مملكه الجن ابليس مع من معه وجدوه يرتعش فقالوا له يا ابانا ما الذي افزعك يا كبيرنا فقال إبليس ويلكم لقد حدث في الأرض حدث عظيم ما حدث مثله منذ رفع عيسى بن مريم فاخرجوا وانظروا ما الذي حدث فخرج الأبالسة وافترقوا وطاروا في الكواكب في الكواكب المجاورة وفوق الأرض وحلقوا في كل مكان ثم عادوا إليه ليجتمعوا فقالوا يا كبيرنا ما وجدنا شيئا فقال ابليس لعنه الله انا لهذا الامر فقام ابليس وانغمس في الدنيا فجالها طولا وعرضا مشارق الارض ومغاربها حتى انتهى الى مكه المكرمه فوجد الحرم المكي محفوفا بالملائكه فذهب ليدخل اليه فصاح به جبريل عليه السلام وراءك لعنك الله يا ابليس فقال له حرف اسالك عنه يا جبريل ما الذي حدث؟ ما الذي وقع في هذه الليله؟ فقال له جبريل ولد محمد صلى الله عليه وسلم فشد ابليس راسه معنى ان ولاده محمد صلى الله عليه وسلم انتشار دين التوحيد وانتشار نور الاسلام فشد في رأسه وقال له هل لي فيه نصيب فقال جبريل لا لا نصيب لك في محمد قلبه من جوهر فتحسر إبليس وبدأ يبكي ثم قال يا جبريل هل لي نصيب في أمته فقاله جبريل نعم لك نصيب في أمته أن تفرق بينهم وتوسوس لهم فقال إذن رضيت رضيت بذلك وهكذا سبقت بشائر النبي صلى الله عليه وسلم عدة إرهاصات وعلامات حتى إنه من دلائل ولادته أنه قال أن دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ما معنى دعوة أبي إبراهيم لأن سيدنا إبراهيم الخليل كان يدعو الله تعالى دوما وأبدا بأن يجعل الامه الاسلاميه هي خير امه اخرجت للناس وان يجعل فيها هذه الامه النبي الخاتم الافضل الاكرم الاعظم ويبقى نوره الى يوم القيامه سيدنا ابراهيم كان يدعو ويقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم فمن دلائل دلائل ولادة النبي الكريم دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى كان يقول عن عيسى أخي فسيدنا عيسى ابن مريم روح الله وكلمته كان يجمع الحواريين من النصارى وكان يبشرهم يقول لهم سوف يأتي رسول من بعدي سيكون له الكلمة الفصل وهو المهيمن على كل الاديان لان الله اختاره واودعه سره وجعله خاتم الانبياء والمرسلين. كان يقول: ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد. اسمه احمد ومبشرا برسول من بعدي ياتي من بعدي اسمه احمد. فالنبي الكريم كان يقول انا دعوه ابي ابراهيم وبشاره اخي عيسى. ورات امي حين حملت بي انه خرج منها نور اضاء له قصور الشام. ورات امي حين حملت بي انه خرج منها نور اضاء له قصور الشام. كيف ذلك؟ فعلا السيده امنه بنت وهب رضي الله عنها انها لما كانت حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ان تضعه قالت رايت لما وضعته نورا بدا مني ساطعا حتى افزعني ولم ارى شيئا مما يراه النساء يعني ما لقيت عندها الم ولا وجع وانما رات نورا يخرج منها ساطعا حتى افزعها وتذكر تذكر فاطمه بنت عبد الله التي كانت حاضره معها قال شهدت ولادة النبي الكريم فما شيء انظر اليه الا والبيت نور لما خرج النبي الكريم من بطن امه اضاءت له الاشياء البيت كله نور واني لانظر الى النجوم تدنو حتى اني لاقول لتقعن علي النجوم تقترب فخروج هذا النور عند وضع النبي صلى الله عليه وسلم هو اشاره الى ما يجيء به من النور نور الايمان ونور التوحيد ونور القيم الانسانيه التي سوف يهتدي بها اهل الارض فمولده أزال ظلمة الشرك وأزال ظلمة الظلم وجاء بنور الإيمان واليقين والصلاح لهذا ربنا قال "قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه" ويهديهم إلي صراط مستقيم كذلك ربنا عز وجل قال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون سيدنا النبي، لما ولد ولد معذورا مسرورا، أي مختونا مقطوع السرة وكان يشير بأصبعه باصبع يده اليمنى كالمسبح بها يرفع كانه يقول لا اله الا الله وكان يسبح لله تعالى ولد صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين من ربيع الاول في مثل هذا الشهر الفضيل لهذا كان يسال عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم فيه ولدت وفيه انزل علي لما ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تغنى به الشعراء وقالوا ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وتناء لما ولد النبي الكريم أشرق مولده كل الكون وجاءت العديد من الإرهاصات والعلامات العجيبة وصاحبته الكثير من الظواهر الغريبة والأحداث الفريدة فضلاً عما قلنا من قبل علامة أخرى سبق وأن تحدثنا عنها هي عودة إبره الأشرم مهزوماً ممنوعاً من دخول مكة في عام الفيل هذه علامة على بزوغ عهد النبي الكريم كذلك كسر بن هرمز عظيم فارس أكبر إمبراطوري في ذلك الزمان كان عندهم إيوان كبير قصر عظيم فمن دون أن يعلموا تلك الليلة سقطت منه أربع عشرة شرفة وكان مهاب الجانب فتزلزل كيان كسرى كذلك بلاد فارس وهي مملكة عظيمة وإمبراطورية كبيرة كانوا يعبدون النار وعقيدتهم المجوسية لهم نار لم تنطفئ منذ ألف عام ألف عام لم تنطفئ النار المقدسة وفي ذلك اليوم انطفأت من تلقاء نفسها حتى اجتمع الكهان وقالوا لقد أطفئت نار المجوس وهذا إيدان على بزوغ النبي المنتظر حتى أن بلاد فارس كانت تفتخر بأن عندها المياه الكثيرة وكانت تقطع المياه عن الدول والقبائل المجاورة الله تعالى جعل عيون مياهها وبحيراتها تغور وتجف حتى جفت بحيرة ساوة باليمن وغارت عيون مياه كثيرة في بلاد فارس أما بلاد قريش فالسنة التي ولد فيها النبي الكريم جاء فيها المطر وجاء فيها الخير وانتهت فترة القحط والجفاف بولادة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسمي الشهر بشهر شهر الربيع الأول فالنبي الكريم سبقت ودته إرهاصات كثيرة ومتعددة جدا حتى إنه لما ولد ابتهجت به الكائنات وجده لما أكرمه الله به أخذه عبد المطلب أول ما قام به أدخله الكعبة ثم عوده بأركان الكعبة وقام عندها يدعو الله ويشكره على ما اعطاه وقال فيه اشعارا كان يقول الحمد لله الذي اعطاني هذا الغلام الطيب الارذاني قد ساد في المهد على الغلمان كان يعلم بان هذا الابن سوف يكون له شان عظيم وتروي امنا امنه ام الرسول صلى الله عليه وسلم أنها حين حملت به قيل لها سمعت صوتا هاتفا من السماء يقولها يا آمنة يا آمنة إنك قد حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع إلى الأرض فقولي أعيده بالواحد من شر كل حاسد أعيده بالواحد من شر كل حاسد ثم سميه محمدا سميه محمدا سميه محمدا قالت وما محمد قيل لها ليكون محمودا في السماء والارض فسيدنا النبي اسمه محمد في الارض واسمه احمد في السماء واسمه الماحي الذي يمحو الله به الذنوب والخطايا واسمه العاقب الذي لا نبي بعده واسمه الحاشر اي الذي يحشر الناس عند قدميه يوم القيامه يحشرون يوم القيامه ويوجد له اسماء كثيره مشهوره متعدده منها المصطفى ومنها السراج المنير ومنها طه وربنا سبحانه وتعالى ذكره بصفات جليله منها انه قال من غير الاسماء هناك الصفات قال يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. هكذا كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الشهر الفضيل، شهر ربيع الاول. كان نذيرا بزوال الشرك ورفع الظلم والبغي والعدوان، وكان بشيرا بنشر الحق والخير والفضيله والعدل بين الناس، فطوبى لنا بمولد طه سيد الاولين والاخرين فصلوا جميعا على هذا الرسول صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك وانعم على اشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وسلم تسليما كثيرا